شخصية أعتقد بل وأجزم أنها محبوبة للجميع من أولئك الرجال الصادقين الأعلام، وكان لهم سهم كبير في الإسلام ويقتدون بأولئك الرجال. مواقفه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخيرا وفاته رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين على كل أرض وتحت كل سماء، إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، هذا هو درسنا إن شاء الله تعالى في سير أعلام النبلاء. ومعنا في هذه الليلة الكريمة إن شاء الله تعالى شخصية عظيمة كبيرة وعلم من أعلام هذه الأمة. وكما أسلفت أيها الأحبة الكرام، كما يقول ابن مسعود وغيره، إن الحديث عن أولئك المؤمنين من أسلاف هذه الأمة ليزيد في الإيمان ويرفع في الهمة. ولذلك تجد الناس إذا سمعوا سير الصالحين وسير المتقين ارتفع إيمانهم وازدادت همتهم وتمسكوا كثيرا بدينهم. وقبل أن أبدأ أيها الأحبة، أنبه على أمرين اثنين. الأمر الأول، وهو أن بعض الإخوة كتب لي في الدرس الماضي في مسألة التسلسل بالنسبة للزمن المعين للمتحدث عنه، وقد قلت في مقدمة هذه الدروس أنني لن أتقيد بزمن ولا بتاريخ، إنما الهدف اختيار شخصية تكون مناسبة، وذلك مراعاة لأمور. أولها أن يكون المتحدث عنه أو الشخصية والعلم تناسب الواقع الذي نتحدث عنه في الغالب. ثانيا أيضا، ولا أخفيكم سرا، إن مسألة البحث والتحضير والإعداد تحتاج أحيانا إلى وقت، فقد يتيسر أحيانا في البحث عن شخصية أسهل من شخصية أخرى في وقت معين. فأفضل أن يكون الحديث قدر الاستطاعة مجتهدا مستعينا بالله جل وعلا، قد جمعت المادة التي أرجو الله أن تكون نافعة خالصة لوجهه. أما الأمر الآخر، فبعضهم يقول بالنسبة لإعلان هذا الدرس أنه لا يصل إلى أطراف الرياض أو حتى ربما بعض المساجد القريبة، فأقول هذا الأمر مناط باللجنة المتخصصة العلمية والدعوية في هذا الجامع، وهنا بالمناسبة أشكرهم على ما يقدمونه من جهود كريمة في اللجنة العلمية في هذا الجامع، وأخص منهم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الديوان والإخوة الكرام الذين يقومون معه في هذا الجامع والداعمين له وأئمة هذا الجامع والموفقين القائمين معهم. ومع ذلك أقول لا يمنع يكون لي ولك سهم في كل عمل خيري، سواء لهذا الدرس أو لغيره، أن نكون دعاة إلى الخير، أن نكون أيضا مفاتيح للناس للخير كما كان يفعل الأوائل والأسلاف. ولذلك بعض الناس يتوقع أن العمل الدعوي محصور على جلوس أمام الناس أو وقوفا على منبر، وهذا ليس بحسب فقط هي وسيلة الدعوة. اليوم الوسائل التقنية ودعوة الناس إلى المساجد وحضور الدروس والمحاضرات من أجل وأعظم الوسائل التي ربما لو اهتدى بها رجل واحد كانت لك خيرا من حمر النعم كلها على هذه الأرض. ولذلك الله من مكانة هذه الدعوة نسب الدعوة إليه، والله يقول والله يدعو إلى دار السلام، والله تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تشرف بهذه الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمسلم الذي يريد الخير لا يبخل على أن يدعو إخوانه من المسلمين إلى مجالس العلم والخير والذكر والإرشاد والتوجيه، فهذا من أعظم الأمور، خصوصا ونحن في زمن الغفلة وانفتاح الدنيا على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى على هذه الأمة الفقر، ولكنه كان يخشى عليها أن تفتح عليها الدنيا كما فتحت على من كان قبلها، وأن تهلكهم كما أهلكتهم إذا تنافسوها. ولذلك اليوم الذي يرى حال هذه الدنيا، إن همك الناس إلا ما رحم ربنا في دنياهم
ولذلك أصبح الأعداء الأربعة تمكنوا من النفس البشرية، النفس والهوى والشيطان والدنيا، كما قال الأول: إني بليت بأربع يرمينني من نبل من قوس لها توتير، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، يا رب أنت على الخلاص قدير. أما شخصيتنا هذه الليلة هو صحابي عظيم جليل. هذا الصحابي تجوزاً أسميه أنا أول رجل أمن استخباراتي، وأول رجل أمن يحمل السرية التامة لهذه الأمة ولنبي الأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الرجل العظيم استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على سره، فهو أمين السر. وهذا الرجل حمل سراً عظيماً لهذه الأمة، سراً من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، أظنكم قد عرفتموه. وإن كان بعض جيلنا في هذا الوقت مع الأسف الشديد ربما لا يعرفون رجالات الدين، بل ولا يعرفون الصحابة الأوائل ولا التابعين، وربما إذا سئل بعضهم عن بعض المشهورين من اللاعبين وغيرهم وجدتهم يحفظون حتى حياتهم الخاصة وما يزاولونه في يومياتهم. ولكن الحديث عن الصحابة والرعيل الأول عزيز المنال عند كثير من أولئك. هذا الصحابي لماذا كان أمين السر؟ وهل باح بسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولماذا أعطاه الرسول هذه الثقة؟ هل لأنه تميز بشيء يختلف عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لأنه الرجل الذي تقرب من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ فسيكون حديث الليلة عنه، عن كيفية إسلامه بعد اسمه ونسبه، وكذلك بعض مواقفه رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في الغزوات، وموقفه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وموقفه من السر الذي حمله إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم وفاته. واختصرت في الحديث عن هذا الصحابي لأني عزمت إن شاء الله إذا أسعفنا الوقت هذه الليلة أن أقف معكم ثلاث وقفات: الأولى عن الحوثيين والشيعة عليهم من الله ما يستحقون، والثانية الحظر الذي أصبح اليوم على المنائر في سويسرا، والثالثة كارثة جدة. فأسأل الله الإعانة والبركة في وقتنا هذا. هذا الصحابي هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. اسمه حذيفة ابن حسيل، أبوه ليس اليمان إنما حسيل، وهو حسيل ابن جابر كما جاء ذلك عند أهل السير. وقصة اليمان: أبوه كان في الجاهلية عليه دم دية، قتل رجلا وأصبح عليه دم، فهرب من بلده وهو لم يكن لا من سكان المدينة ولا من أهلها ولا من أهل مكة، وقيل أنه من اليمن وقيل أنه من أطراف هذه الجزيرة. ولما أصبح عليه دية ودم هرب من بلده إلى بلد آخر، فهو كما يقول المؤرخون ليس من المهاجرين ولا من الأنصار، لأنه لم يكن في مكة ليذهب إلى المدينة، ولم يكن في المدينة ليذهب إلى مكة، أعني في بداية خروج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم هرب أبوه اليمان وحالف بني عبد الأشهل، وقبيلة بني عبد الأشهل بطن من بطون الأوس، قبيلة من قبيلة الأوس من الأنصار، يسمون باليمان، وهذا نسبة إلى اليمن، وهم في الأصل يمانيون، ولذلك نسبوا إلى اليمن بهذا الاسم، لأن الأنصار ذلك الوقت كان اسمهم اليمانيين، حتى أصبحت الهجرة للمهاجرين وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فسماهم النبي وأطلق الله عليهم أنهم الأنصار الذين ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام. وحذيفة بن اليمان لما تزوج أنجب من زوجته حذيفة، اليمان أنجب من زوجته حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وأنجب رضي الله عنه وأرضاه ولد في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان وقتها في المدينة، فبالتالي رضي الله عنه وأرضاه أسلم هو وأبوه
في المدينة قبل أن يرون النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أغلب الأنصار الذين كانوا في المدينة أسلموا قبل أن يرون النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من أسلم قبل رؤيته بسنة، ومنهم بثلاث وأربع وأكثر من ذلك. ومن جملة من أسلم قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وأبوه رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنه حذيفة من شدة حبه ورغبته في أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى مكة قبل أن يهاجر النبي إليها عليه الصلاة والسلام، رغبة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الحب الكبير الذي كان يكنه الصحابة رضي الله عنهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك حتى الجماد الحجر الأسود يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل البعثة، والنبي لما صعد على الجبل في أحد كما تعرفون القصة اهتز ذلك الجبل، وفي بعض الألفاظ تزلزل. الزلزال هنا والاهتزاز شعوراً بهذه المقامة الكبيرة، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسألكم بالله، كم للنبي عليه الصلاة والسلام من مكانة في قلوبنا إذا سمعنا ذكره أو سمعنا أمره أو جاءنا توجيهه ونهيه؟ كم نعمل وفق سنته صلى الله عليه وآله وسلم ونسير عليها إذا أراد منا أمراً صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم؟ الحجر، الجماد، الحيوانات حنت للنبي صلى الله عليه وسلم حباً واحتراماً وإجلالاً. ولذلك كان يخطب على جذع نخلة عليه الصلاة والسلام، ثم يبني له الأنصار بنو النجار منبراً من خشب ويترك الجذع ثم يصعد عليه ويحن حباً للنبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أن رسول الله نزل وضم ذلك الجذع وإلا لبقي إن إلى أن تقوم الساعة. يقول الراوي كان يئن كما يكون له صوت كالناقة العشراء حباً للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك طوع الله حتى النباتات والجمادات له. في حديث جابر في الصحيح أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته ثم قال: يا جابر، أترى تلك الشجرة؟ قلت: نعم. قال: اذهب إليها فادعها إلي. يقول جابر: قلت: شجرة، كيف أدعوها؟ قال: ولكني علمت أنه الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يقول: فذهبت عند الشجرة وقلت: يا شجرة، هيه، إن رسول الله يدعوك إليه. يقول: والذي نفسي بيده، لقد شقت الأرض شقاً حتى وقفت عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأخذ منها بعود ثم قال: يا جابر، مرة ثانية، أترى تلك الشجرة الثانية؟ قلت: نعم. قال: اذهب فادعها إلي. قال: فذهبت فدعوتها فجرت وشقت الأرض حتى وقفت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ من هذه بعود وهذه بعود، وقيل قضى حاجته خلفها. المهم أنه لما انتهى قال: يا جابر، قل لهما أن يعود إلى مكانيهما. قال: فأمرتهما فعاد إلى مكانيهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل قلبك الآن، كم لهذا الرجل العظيم الذي أخرجك من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهداية، كم له في قلبك من الحب؟ أسألكم بالله، هل طبقنا سنته؟ هل قمنا بشريعته؟ هل احترمنا أمره؟ هل قدرنا الله حق قدره؟ هل عرفت مكانة هذا النبي الكريم الجليل؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ونسأل الله أن يجمعنا بمحمد عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى بحذيفة قال له: تعال. لما جاء من المدينة إلى مكة الهدف ما هو؟ أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: يا حذيفة، إنك جئت من المدينة إلى مكة، أترغب أن تكون من المهاجرين أم من الأنصار؟ اختر. قال: إنما أرغب أن أكون من الأنصار. قال: أنت منهم.
لأنه رغب أن يكون منهم لأنه كان بينهم. ويقول أهل التاريخ والسير، وهذا من اللطيف، هذا من وفائه رضي الله عنه وأرضاه، لأن القلب يحن إلى المكان الذي تربى فيه الإنسان. ولذلك النبي لما خرج من مكة مجبوراً عليه الصلاة والسلام التفت قال: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لما خرجت. فكان رضي الله عنه كما اختار من الأنصار. له مواقف في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، منها على سبيل المثال في غزوة بدر. قبل غزوة بدر بأيام خرج مع أبيه يريد القتال والجهاد، فلما ذهب أسر في يد المشركين، أمسك به أبو جهل وكفار قريش وهما يعرفان أن هذا حذيفة وهذا أبوه اليمان، فقالوا لهما: ما الذي أخرجكما؟ هل خرجتما مع النبي نصرة له عليه الصلاة والسلام فاضطر هنا؟ قالوا: لا، إنما خرجنا إلى المدينة، ما خرجنا للقتال، من باب من كان له حيلة فليحتل. فقالوا: إنما خرجنا إلى المدينة. فعاهدهما أبو جهل، قال: سأطلق سراحك أنت والدك بشرط أن تعاهدني عهدا ألا تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ضدنا. فعاهد حذيفة وأبوه اليمان من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ألا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له الموقف، قالوا: أسرنا الكفار وأخذ منا أبو جهل عهد ألا نقاتل معك، فما الحل يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم الوفاء بعهدكما وسنقاتلهما ونستعين بالله عليهم. شوف هالأخلاق في الإسلام. اليوم نحن في القرن 21 والإسلام يعلمنا الحضارة، أي قتال جيش كافر يقابل الإسلام والمسلمين ومع ذلك يقول: هذا كافر، أنا عاهدتك مجرد أنني أفك منك حتى لا تؤذيني، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوفي بعهدك وسنقاتلهم ونستعين بالله تبارك وتعالى عليهم. ولذلك الإسلام غريب، الرسول يرسل جيوشه ويقول: إذا دخلتم فلا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا امرأة ولا تنزعوا شجرا ولا تخلعوا نخلا ولا تضربوا كبيرا ولا تهدموا بيتا ولا تغيروا عليهم بليل. ليش؟ لأن الليل هجوع ونوم حتى لا يفزع الأطفال والنساء. أي دين هذا؟ دين رحمة. ولذلك الله لما أرسل رسوله أرسله رحمة للعالمين. ولذلك نقول للذين يتهمون الإسلام وأهل الإسلام: انظروا إلى هذه الأخلاقيات وهذه الأخلاق الكريمة التي جاءت في الإسلام تؤصل هذه المبادئ التي عجزت الحضارة اليوم أن تحقق جزء مما كانت عليه حضارة الإسلام منذ بداياته إلى يومنا هذا. في غزوة أحد أبو حذيفة اليمان هذا ما أذن له الرسول أن يقاتل معهم لأنه كبير شيخ، فرخص له ودخل ابنه حذيفة، فجلس اليمان ومعه رجل شيخ كبير آخر قبل معركة أحد. وقبل أن تبدأ المعركة قال اليمان أبو حذيفة قال لصاحبه الكبير الشيخ الآخر، قال: ما رأيك ببقائنا هنا؟ والله إني لا أرى في أيامي في عمري إلا أيام، يعني ما عاد بقى شيء، العمر راح، ولا أعتقد أن حياة سأراها فيها العزة